باهي الموسيقى هذه من عند المخرج اجواء رمضان مع الفي تي ار كازا تراب. ايواش وتقني الصوت بطبيعه في قناه حنا بال. شكرا على الذوق. هلا كازا تراب محليها كازا تراب محليها الامبيونس ومحليها الديكور. الحق تنظيم محكم. كازا تراب ينجم اليوم ينافس المهرجانات اللي قاعده تصير في رمضان كما مهرجان المدينه. فما اسماء متألقه قاعدين يدوروا في كازا تراب. اليوم سهرية عشاق الدنيا تو بالضبط عشاق الدنيا في كازا تراب. واحنا اليوم في الديريكت نتاع ليميسيون سهرية عشاق الدنيا قاعدة دور. اليوم فما سبت بسبت فما سبت زيارة سبت عشاق الدنيا. كما قاعدين تشوفوا الديكور عاتي حق غالية القاعدة غادية؟ ليه مش برش؟ كازا تراب ليه مش برش؟ اي الف عندها رئيس معبي على كل حاجه. لا مش برشا ولا مش برشا في متناول مع لي لا مع الامبيونس مع اللي تحب انت تدخل بلاش لا سافاغي معناها مش انا شنو هذا؟ الصحفيين الكل يدخل بلاش خير باهي. قداش المواطن قداش يدخل المواطن العادي يدخل في الاوردر نتاع 35 دينار. فما سهريه 35 دينار 50 دينار مع الكونسوماسيون. ابار الكونسوماسيون لا فيهم برشا فيهم برشا كونسوماسيون تابع الكونسوماسيون. الحقيقه شويه ما كانتش غاليه برشا. الامبيونس اللي انت تقعد فيها محليها تنظيم هايل يعني حتى الديكور الامبرانت نتاع رياض بودينار معناها تبارك الله عليه ما يقد واحد في الحكايه هذوما وما شاء الله بالحق حاجه مزيانه على الاخر معناها حتى نهار حتى ايجا تفرج بشير سي تري انتريسون. وهي كل يوم ولا كيفاش؟ كل يوم فما برنامج كل يوم معناها البرنامج متنوع ولا كل ليله يعاود نفس الشيء؟ لا كل ليله برنامج. خلينا نحكي لك شويه على البروجرام. كيما اكزامبل قلت لك اليوم الليله هذيا فما عشاق الليله هذه فما عشاق الدنيا. دقيقه بربي لحظه احكي شويه باش نحل شويه نحكي هاوري. هو في الفكره هذه نتاع كازا تراب الحق كنت شاهده على ولادتها في مكتب رياض بودينار وقت اللي احكي عليها باش يعمل التظاهره هذه ولا المهرجان كما سماه. قلت له ممكن صعيبة خاطر بصراحة ماهيش متاع بريفي معناها حاجة يلزمها تكون تدخل تهبط على التيران بكل ثقلك يعني فما ديكور كبير فما أسماء كبيرة تشوف الأسماء بركة وتشوف شنو المتطلبات تقول ماهوش سهل. ولكن سعيدة اللي وصلت التظاهرة تعملت توازلي دورة الثالثة السنة الثانية عملوا تعملت بديت في مكان آخر مش في وين المكان متاع اللي فيه السنة ولكن حسيت اللي فما قفزة كبيرة وفرق ما بين عمناول والسنة خبرة قفزة كبيرة وخبرة واستقطاب كما أوديسي فاشن قفزة كبيرة من الدورة الأولى للثانية سنة شفنا حاجة روعة واكيد فما أكيد تحسين فما في الدورات الجايه. خلينا نقول الاسامي اللي تعدات دغنوج عرض الزياره شكري عمال الحنيش وري ما نقاش لطفي بوشناق دور صاف الحمداني زياد غرسه ونبيها كراولي اسماء بن احمد البارح واحمد الربيعي. نهار الجمعه الجاي العوده نتاع الديفا نجاة عطيه فما باش تحاول باش يستدعى الناس الكل كل يوم كل يوم فما عرض معناها كل مختلفه هذا الكل مختلفه ألفة ساحل ايوه بالحق حكايه مزيان اني انا وياك توفر بلاتو لاني انا الحق معناها ديما نقعد نتذكر البدايات والبدايات هي اللي تبني النجاحات بيان سور. ثاني حاجة مبروك النجاح يعيشك والحاجة الباية اللي أنا وياك في ليلة واحدة تتوجنا وي مبروك أحسن إطلالة تلفزية تعطات لك للبرامج الصباحية لكن أنت في الأصل معناها تقدم منوعات معناها وتوا فما توجه أهلا تونس. أي هو مش توجه أنا نحب ديما البرامج الصباحية أنا نحبها خاطر تلقى روحك ديما تبع في الأكتواليتي وديما إين البرامج الصباحيه مش كيما المنوعات، المنوعات عندك كادر معين، دي زانفيتي معينين، دي سوجي واضحين، باغ كونتخ البرامج كيما نسمة الصباح واهلا تونس خدمت فيهم سنين معناها كبيره، تلقى روحك كل يوم تعرف شنو فما في البلاد، خارج البلاد، شنو فما جديد، تظاهرات الكل، مهما كانت معناها سياسيه، طبيه، اجتماعيه، مجازين مجازين فوالا، تلقى روحك انا نحب نواكب معناها، نحب نعرف شنو فما ما فماش في البلاد، دونك انا نحبهم البرامج الصباحيه. المنوعات جبت روحي شويه هالعامين هذوما بقي جو شيرش فكره جديده قلقت من القديم
موجود وخدموه برشا وتخدموه برشا كلاسيك معناه يعطيك الصحة. أنا مقدم يجيب دي زانفيتي شفما جديد تقوم غني شفما جديد تقوم غني ايزي خدمناه سنين ولا مستهلك برشا وجديد وإذا فما أفكار جديدة يحب له برشا فلوس إمكانيات إمكانيات وكواليس تلفزة نعرفها هنا بالبداية تحب لك دونك سي با فاسيل إن شاء الله نوصلوا نهار نعملوا حلمات كبيرة على شنو بعد المسيرة هذه الكل اللي بدات تحية الوديع برحومة الوديع تحية الوديع برحومة تحية الوديع سنين الوديع سنين ديما في التلفزة التونسية هلا فما دي ديو ما موجود مثلا كي كنت انا في التلفزه معايا حمد الميلي معنا يعني لازم عندك ديو تخدم معاه وترتاح معاه في حنا بعل بشير وهيلا ديو يحكيوا عليه الناس الكل مهم راهو ديو مهم جدا المخرج غار ثلاثي يا سيدي ثلاثي ثلاثي المرح كل وقت جيت سامحني والله ما نعرف يدخل في روحه في كل شيء ليه لا ساعات يمكن ديو معينه يمكن معناها باش يخدم منه ولا سعد القبي حق ولا سعد القبي تو المخرج يهبط تو ديريكت ويحضر معنا لهنا قال لك انا وقت جيت لا لا معك انت وقت جاي معي انا برشا مرات لا خدم معايا تحية للناس الكل وبالنسبه لالفه بدايتك كانت في قناه 21 لا اول بدايتك خاطر انا جيت بعدك هذاك علاش قناه 7 مع هيلا الركبي مع هيلا الركبي ايوه وقتها ما كانتش فما لي كرونيكور لي كرونيكوز بديت مع هيلا اي بدينا ان 2005 مع هيلا هي جابتها الفكره وبدينا وقتها كانت عندي كرونيك سينما و 2005 اي 2005 ثم جات قناه تونس 21 الفضائيه ولات فضائيه مع سي حمادي عرفه وبرنامج وقاي تحلو اللي للاسف لو وجدت على الموسيقى اللي هي حنان قم حنان قم اي من توا تفرج من توا مزيانه برشا لو وجدت عليه ما لقيتوش وقتها كنت تقدم في برنامج إخباري يومي بالتوازي مع برنامج اسمه كلام صحيح يقدم فيه شاكر بالشيخ وخدمت فيه حتى أنا خدمت فيه كلام صحيح والمعد حتى بن عمار ومدير القناة حمادي عرفة أنا 2006 خلطت كجورناليست من وقتها انطلق البداية دونك أنت من 2005 لتوا من قناة 21 ثم الوطنية الأولى وشنو اللي تبدل في ألف؟ يا حسرة على وقت الفاكس على الفاكس على الفاكس يا حسرة على الفاكس والله كنت تقص عليها الحصة هي تبدأ تقدم وقلها عنا على الفاكس عنا فاكس ندخل نقدم الجماهير وقت الفاكس فمش لا ميل لا حد شيء ورقة وطاولة كي لوح كنا هذه كنا قبل نقولوا ميزيريا أما كانت محلية لكن كان هو يهال الزمن الجميل بالمقارنة مع توا وقتها كنا نتذمر وطاولة ولوحة وما شنو واستديو 12 وقتها في شارع الحرية بعد 2010 مشينا للتلفزة الوطنية كانت قبل نضحكوا وكان تذمر وكان لكن ظهر هذاك الزمن الجميل اي وذاك نتعلموا منه بيان سور تعلمنا برشا احسن تجربه احسن تجربه أي. اعلاميه عملتها في السنين هذيا الطويل احسن حصه احسن اطلاله عملتها شنو لا ما نجمش نقول احسن خاطر تعرف عليه كل تجربه تعلمت منها في البدايات كنت مع هيلا تعلمت منها هيلا راهو اول ما دزتني في ديريكت انا توا عندي 19 سنه نخدم ديريكت ما نخدم لي لايف نخدمش مسجل قليل نخدم مسجل هيلا كي حطتني في ديريكت معناها سيتي با فاسيل كنت نشد الورقه يدي هكا تعمل معناها تقول لي اضحك وكمل معناها واحنا اوني اون ديريكت فهمت معناها حاجه ماهيش سهله حتى تعرف تقول اعطي ثقه مع حاتم الوغ لا كي نكملوا ديريكت ندخلوا البير ونبداو بالبنيه معناها عرفت عادي تحكي لي عادي ولا حاتم انا بالبنيه وحاتم بدا يضرب يده في الحيط في الحيط على غلطات نعملوهم اللي احنا نقولوش ولكن لكن انا بالذات شخصيا لي الشرف اللي انا تلمذت على حاتم بن عمارة حتى انا بيان سور وشكوني شابوتي عملاق المخرج العملاق الإداري الكبير حمد يعرف يعني أنا كي يقول راني ولد حمد يعرف ولد حاتم بن عمارة تحية كبيرة سي حمادي بيان سور هذا شرف وقت اللي شد لإدارة القناة بالحق عادينا فترة ياسر محلاها ياسر محلاها قداش بروفيسيونيل معناها سي حمادي على الأخر ويحاسبك على الوقت ويحاسبك على الدقيقة ومعناها مي تتعلم منهم برشا حاجات من بعد مشينا للمنوعات ودخلت في ديريكت معناها في العشوية كنت نخدم ما ساعتين لثمانية ديريكت يعني كل يوم كل حد ما ساعتين لثمانية اون ديريكت معناها سيتي با فاسيل دو تو معناها وقت اللي انت تكون في البلاتو
شوف قداش من ساعه ديريكت يقص عليك ماتش بساعات بساعات لي انفيتي ميجيك انفيتي مرض معناها فريمون هذاك اللي يعلمك ديريكت يعلمك يتكسر لك تالون تطيح اسمع اللي يصيروا في لي ديريكت فوالا كله نضحكوا بالدموع نضحكوا بالدموع معناها بالحق يقعدوا كلهم دي سوفينير علاش قلت كل تجربه كل ايبوك عندها تعلمنا منها برشا حاجات اسمع فرصه باش نكشفوا الاوراق ايوه كشف لنا اوراق سي زهير القمبري وخايف والله ليه والله سي زهير كيفاش كان هو وقتها في تونس سبعه ليه معناها كان صعيب معاكم كيفاش كان اولا سي زهير ما كناش نشوفوه كان يبعث لنا لا يبعث مثلا مع هاله مع حاتم احنا الصغار ما كناش نشوفو شو كنا نقولوا احنا توا دقدق البيت ولا سي حمد يعرفها انا سي حمد يعرفها الفه شفتوا المره وقت كي دخل خاطر هو قبل ما تشوفهم مش تقبل ولا ثم معدي عيط لحتى بالعمارة البير وقالوا شوفوا هذا كان يبعث لنا الملاحظات مع المعدين مع مديرين البرامج معناها فهمت البرمجة هذوك قبل معناها كي باش تقابل مدير قناه معناها سيما علاش ويزمك معناها رونديفو وشنو السبب معناها سيتي با فاسيل فوالا هذاك علاش هذاك كيف يسب يمشينا ما شاء الله يمشينا مع السحور قرب سكر تاخذ اسمع وهذاك راهو بيشير بالحق هذاك كيف لا ديفيرونس اليوم بين قناه حنبعل وبلايص اخرين خاطر احنا عندنا النوسيون هوني في حنبعل عن النوسيون تاع العائله الفامي احنا ندقوا الباب وندخلوا على سيزوال الجمبري ايه احنا تو انا ندخل لا نحكي لك نحكي لك اما مش كيف هو بيدو قال لي قال لي راهو صعب هو بيدو قال لي قبل قال لي الصعب اللي كان عندي في الوطنيه اي اليوم مش كيف كيف في حنبعل خاطر لقيت روحي في امبيونس اخرى مع ناس اخرين فما معاملات وتعامل احنا سلسنا هكا معناها قراب لبعضنا خلي الساده المشاهدين يشوفوا في تي ار مزيان على الفا الساحل يا مريم ما حضرته يا مريم هي بالطبيعه بشرجع النعيمه زاد عندها ما تحكي الفا الساحلي برؤيه قناه حنبعل وبرنامج طاوله وكراسي ضيفتنا اليوم في طاولة وكراسي الإعلامية والفنانة الجميلة والرقيقة ألفة الساحلي خفيفة الظل على المشاهدين زينو عين ودعاء والدين إعلامية أنيقة ورشيقة وروحها خفيفة حبوها التوانسة ودخلت لقلوبهم حفرت اسمها في عالم التقديم من خلال عديد البرامج على شاشة قناة الوطنية الأولى كيما الدنيا موال أهل تونس وديما معنا دخلت لمجال الإعلام في سن مبكرة وفكت بلاصتها علاقة حب وعشق كبير بينها وبين الكاميرا كيما تقول هي حبيت الكاميرا والكاميرا حبتني ألفة الساحلي خريجة كلية الأداب والعلوم الإنسانية بمنوبة المرأة فنانة وتموت على المسرح كانت لها تجربة لمدة 6 سنوات في المسرح وخدمت مع ممثلين كبار أول مسرحية لها كانت للأطفال مع جمال العروي شخصيتها قوية وكلمتها تقولها وما يهمها في حد تصريحاتها ديما مثيرة للجدل وطلع برجها الجوزاء يا لطيف تحب خدمتها برشا والناس يموتوا على ضحكتها الجميلة ألفة الساحلي مرحبا بيك جو كونفير الأنيقة والجميلة والمتألقة ألفة حلو ذكريات جمهور رحاب رحاب يعطيها صحة بشير في خليني نعرج على حتى أنا نعتبر روحي راني بنت الوطنية حليت عيني في التلفزة زوز من الناس نحب نذكرهم في هما طارق حرار بفضل خاطر طارق كان في تحكي من الماضي ساعتين لثمانية معناها كي يبدا معاك بثقل طارق حرار معناها والخدمة متاعنا معنا للأسف ما نانيش شرف اني خدمت معاك حاجة أعجوبة والاستثناء كان في المديرين الاستثناء في الوطنية بالنسبة لي أنا كان الله يرحمه سي محمد عبد الكافي قال لي سي محمد تعش معناها تدق الباب بو أنا يمكن خاطر كنت مراسلة ولا زلت للصحافة الأجنبية كان سي محمد يقول لك بنتي تفضل شنو تحب باش نعاونك ما هوش سهل في الفترة ذيك في التسعينات راك تشوف مدير متاع تلفزة واحدة راهي معناها حلك البيبان بالمناسبة نعيم بعد إذنك بالحق خاطر جبدنا على العشوية خدمت سنين في العشوية تحية كبيرة طارق حرار منتج
وكنا ديو اي ديو هذا ديو كما قالت ليلى ديو لمده سنوات معناها بالعين كنت نخدم قداش من ساعه من غير اوريات راهو معناها كونديكتور وبالعين معناها هكا 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 دونك تتعلم برشا 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 وي جست انا باش نتجاهل الالفه معناها بالحق خاطر بدينا نحكيو على لي لايف بالرسمي معناها صنعتهم التلفزه الوطنيه لانه ابارتير من الساعتين حتى للثمانيه مش بالسهل انك تعمل السوايع هذوكم لايف وكنا سباقين راهو في التلفزه العربيه الكل قبل كنا مثلا التلفزه اللبنانيه والتلفزه السوريه ولا التلفزه المصريه ما كانش عندهم لي لايف تونس كانت السباقه بون المثال الاكبر هو كانت الريونو لان كنا تقريبا ماشيين في النطاق هذاك مع فرانس 2 انا جست حاجه بركه يمكن اللومه على الوطنيه لانه في برامج نتاعكم خاصة لي تولك شو تجيبوا فنانين كبار وتجيبوا لكن معناه الباس ان ابيرسو باغ كونتخ مثلا كي نمشيو لتلفزيون أخرى الفنانين هذوكم كي يجيبوهم فما نوعا ما أنه الإعلام يحكي عليهم والسوشيال ميديا تحكي عليهم أنا مثلا توا قاعدة نتبع شوية مثلا في الإيميسيون تاع يسرى الصحراوي مع ناصر صمود وحسن لاميلي الحقيقة إيميسيون ممتازة ممتازة جدا لكن لي زيكو في الفيسبوك ما تلقاهمش موجودين أنا نسمع إيفيكتيفمون أنا نسمع مثلا الإيميسيون تخرج منها برشا حاجات برشا حاجات اكتشفتهم برشا فنانين كيف كنت زادة كيف كنت نتبع معناها برشا حاجات تبعهم ومزيانين وكذا لكن بعد لي زيكو هذوكم ما تلقاهمش تولي تشوف الناس الاخرى تاخذ في ليزيكو البوزيتيف لكن باغ كونتخ الوطنيه هذا هو مش موجود وهذا اللوم الكبير على الوطنيه اكثر حاجه اللي يلوموا على بالحق لانه الاضواء يلزم تاخذها الوطنيه كتلفز الاخرى. انت حسب رايك كيفاش ناخذها كيفاش باش تكون الاضواء كيفاش باش نعملوا؟ انت تلوم كيفاش نجموا لا مش اللوم هو معناه انا نقصد فما مثلا فما هذا هو فما حلقه مفقوده في ماهيش حلقه مفقوده انا احكي لك انا هو كانت الوطنيه تعديت التلفزه الوطنيه تعديت في دو زيبوك ليبوك وقت اللي كانت التلفزه الوطنيه راهو بثقلها بكل ما فيها قبل وقت اللي تعداو لي زيميسيون بعد كل ايميسيون كان فما صحافه مكتوبه كنا يدنا على قلوبنا شكون باش يكتب علينا شكون باش ينقدنا شكون اللي باش يشكر شكون اللي باش ينقد نفرح انا كي يشكروني نخاف كي ينقدوني معناها سيتي با فاسيل راه وقت كان المديرين يقراو برشا كان الاعلام راهو كانت معناها صحافه مكتوبه راهي بالحق اكيد تعرف شنو هي معناها كل ايميسيون نعسوا من غدوه شكون باش يكتب شكون باش يكتب عليك بعد الثوره وبعد ما دخلت حكايه البوز وحكايه التافهه بعد ما صار دم رجال الاطفال والصغار والشباب اللي كبروا بعد ما ولا الاعلام مركز على لي بوز وحكايه الفارغه والحكايه اللي تضحك حتى الناس اللي ولات تتبع حتى الناس اللي تكتب حتى الصفحات اللي ولات اللي موجوده على السوشيال ميديا وغيرها ولات تتبع الحكايه لي زيميسيون اللي فيهم عركه فيهم مشكله فيهم مصيبه حشاك فيهم اي باش العباد تقرا ما عادش تتبع ايميسيون فيها دكاتره فيها طب فيها فنانين كبار يقول لك مازال هذا يا حسره مازال تبدلت المونتاج اليوم ولا يخرجوا في الثقافه كان نهبط ريش انا وهيلا ونتعارك تو تو من غدوه تبدا غدوه سبحان فيها هاشتاج ميديا صدقني غدوه الناس الكل معناها ريت المقاييس كيفاش تبدلت مالوغوزمون صحيح الفا كلامك ولكن زاد ثم جانب الديجيتال اللي بالحق راهو بالنسبه للتلفزه الوطنيه التلفزه والاذاعه احنا كي عملت ماستر والتعاملي والكروس ميديا في معهد الصحافه الديجيتال بالنسبه في الاعلام العمومي ناقص برشا بمعنى كما قالت نعيمه كي تبدا ايميسيون اللي يصير في الخاص يقسموها ياخذوا الكلام اللي تقال حتى ولو ما فيش بوز تحطوا تركب عليه دونك كل ما هو ديجيتال معناها بالنسبه اللي يتعدى في التلفزيون ولا في الراديو يلزم اهتمام خاص واضح ويلزم اهتمام خاص بالمسابقات في القناه حنا بعد على السيارة الحمراء محلاها قداش باهي القصة عجبتك تليفون نتاعكم دونك تليفون تمشي للاس ام اس بارتي تاع الميساجات تكتب الابليكاسيون هذيك تبعث حرف دي والرقم 85 3 تصوع 9 9 9 9 باش تربح الكهرباء المزيانة الحمراء اللي قدامي ألفا فرحانة برشا بالجائزة شنو معناها احسن اطلاله اعلاميه اش تمثل انا كي بعثت لي ريم الانفيتاسيون واحسن صدقني ترجيت معناها شنو قد يشور دبلك مانيش انا اخترتك ومش مادام مواهب اختاروك راهو فما لجنه كامله وكي انا سمعت وسالت شكون اللجنه معناها بالحق حسيت
فرحه بفخر حياتي كنت نلبس راني نلبس ونمشي نخدم قايمه من احسن معنى نلبس ونحب هكا انا زعما الحاجه اللي تواتيني عمري ما كنت نتصوري فما عباد مختصه في تونس تتبع بالحق حاجه علاش كي طلعت شخصين معناها حسيت بربثه شنو رايك ليه والله تو قريبنا قريب 18 سنه في التلفزيون قالت لي هلا مرتبك قلت لها راهو اي صحيح راهو راني في التلفزيون معناها نورمال عادي ولدي قدمت مهرجانات عندي لي روبير في التلفزيون غادي راهو شيء كبير ما تلقاش كلمة قدمت مهرجانات انا في تونس وخارج تونس معناها السن بالنسبه لي انا معناها حفظتها من وقت اللي طلعت معناها بالحق ويتنعس عرفت نستوي في ال قلت في شعري ما كنتش قد الميكون والله نفس الاحساس والله وقفت ونعس على عينين لي روغار معناها زعما مستويه سافا معناها محلاه معناها عندك عبيد مختصه حاجه مزيانه مبروك ايري لا بتحبك تجاوبنا إجابات مختلفة على الإجابات اللي جاوبتها في الإذاعات ولا لا أنا مش نقول لك حاجة واضحة الساعة به أنا صحفية هكا ولا صحيح ودخلت في تجربة متاع تنظيم نوع من التظاهرات هذه تحت إشراف وبرئاسة مدام مواهب ملولي ولكن أنا يلزم نعمل حاجة شنو علاقة هذه الكل كيفاش نجمو نعملوا حاجة عندها علاقة بالإعلام والصحافة نرجع للقرايتي قلت لك ما زلت كيف عندي عامين عملت ماستر في معهد الصحافة وعلوم الإخبار يعطيك الصحة على مبروك يعطيك الصحة على النفس الطويل شنو أنا تقابلت معاها وقت أنا نعمل في الماستر في الدروا في الدروا وأنا كملت عملت ماستر وعملت دوزيام ماستر ما شاء الله في المعهد الصحافة كي قريت كروس ميديا قريت الصورة دلالات الصورة الفيديو الألوان و إلى آخره كي دخلنا في التجربة متاع الإيفينمون متاع الأوديسي فاشن قلنا إيجا نقولك طو واحد كي طو إحنا ليلة في رمضان جايين البرنامج في رمضان ألفة الساحلي لبسة محلاها حاجة ماشية في رمضان نعيمة بون ديما الاستثناء هو هذا وادي وواحد مختلف وواحد مختلف لا ينتمي لهذه المجموعة لا ينتمي معناها إحنا قرينا حساب الظهور متاعنا كيفاش نطلع وش يشوفنا المشاهد يعني خممنا فيه دونك قلنا احنا علاش ليه هالناس اللي تتعدى في التلفز مع بين ظفرين انا نحب التكريم يعني نحب الشكر نحب نشكر العبيد معناها هذا طبعي انا وحتى مدام مواهب عندها هي بنت الفونوتيك نتاع اذاعه صفاقس ولكن بيه. تحب زاده ياسر تشكر العبيد بيه. قلنا نحطوا حاجه في الاطار اش معناها معناها الناس هذه اللي تقدم في برامج وتقدم في اخبار وتدخل بيوت الناس وتدخل بيوت الناس ويجيوا للمشاهدين يا اخي اكيد مهم ياسر الصوره صحيح معناها اكيد صورتهم اليوم في عالم الرقمي وعالم الديجيتال وكل وليوا يهتموا اكثر فاكثر بصورتهم تبعني انا يعني معك انا نورمالمون تكلموني خاطرني مختلفه اي الاستثناء يعني قلت لك اي في الدوره الرابعه عملوا جائزه احسن اطلاله استثنائية استثنائية التي لا تتقيد بتوقيت ولا بحاجة فوضى به مدام ري جيتوا أول حاجة البرامج تبويب البرامج تولك شو وحده السناء خليني نقول خليني نحكي على السناء أي السناء أي تولك شو وحده أي المنوعات التلفزية وحدها وحدها البرامج الصباحية وحدها البرامج الإذاعية وحدها أيوة الكرونيكور وحدها الأخبار وحدهم الأخبار وحدهم دونك خلينا نفهموا الناس اللي راو بار كاتيجوري بار كاتيجوري وهذا جاء من خلال معناها باقتراح من دكتورة نهيد نوار دكتورة في معهد الصحافة وعلوم الأخبار الدكتورة هي اللي جات قالت نبدلوا على عمناول عمناول كان أحسن منشط أحسن منشطة إذاعة تلفزة كرونيكور قالت أوكي أما كي شفنا تجربة عمناول قالت هي رئيس اللجنة قالت أحنا ناخذوا بار كاتيجوري لأنه أحنا كي باش نحكموا باش نشوفوا المقاييس ماهوش كيف كيف الماتينال ماهوش كيما في الليل ماهوش كيما خاصة الإذاعات ولا فيها الديجيتال ولا المنشط الإذاعي يظهر في الديجيتال والتلفزيون خلينا ناخذوا بار كاتيجوري جيتوا انتم عملتوا اللجنة متكونة من 10 عناصر أي. ما شاء الله معنا يا كلية الصحافة وعلوم الأخبار ممثلة مع التكنولوجيا متاع التصاميم دكتور خليني نسمي شوية سميهم. دكتورة نهيد نوار معهد الصحافة دكتورة يسر قديش معهد التكنولوجيا التصميم الكيني والدكتورة ميسا حنيني مبرمجة اللغة العصبية سيرين عبد الناظر مدام نور بويدا لو فاشينيست لو تونيزيان سبيسياليتي فاشن اللي
اللي نقول انا مكتسح الدنيا في القاهره، مقيم في القاهره، سوشا اللي عديتوها عديناه اون فيديو. دونك الناس هذو وسي فؤاد المحيرسي اكاديميه المبدعين الشبان، قلنا احنا لا مدام ريم ولا مدام مواهب تنجم تقيم او لها، حتى كان عندنا الاهليه يا اخي احنا ماناش مدام ريم جيو في الكاتيجوري تولك شو. خلينا نسالنا بشير، استنى راني جيتك. خلي سالينا بالله يحب يسال بكري على التولك شو. خلينا خليني نسال خاطر هذه اسقط الناس. خلي سالينا خاطر مش حلو تسال انت في الحكايه ذي، خاطر كنت مطول. ممكن نحكي على كل شيء. خلي سالينا خلي سالينا. اي برا برا. اي هلو في الكاتيجوري اللي خذا فيها احسن اطلاله باش يوصف فيه. اي شكون كان المنافسين نتاعو في التولك شو؟ كل اعطيني اسامي شكون. انت كي تشوف المشهد الاعلامي اللي يعملوا في التولك شو اللي ثم الطاوله وكراسي كيما امين قاره كيما كيما رفيق بوشناق كيما اللي يعملوا التولك شو، وحتى وحتى نتاع السبور كيما عادل كيما الكل. ولكن مثلا السبور ما ينجمش يكون كيما التولك شو. التولك شو فهمت كيفاش؟ كل عام يتم تطوير الجائزة هذه، يتم تطوير المسابقة بليتو، وهي ماهيش مسابقة، أنت بشير ولا غيره ولا ألفة، هي كي تقدم ماهيش في إطار المسابقة، ولكن أنا نحب نقول حاجة من خلال المسابقة هذه، وإحنا هيئة أوديسي فاش نحب نقولوا حاجة، راهو ثم كود دريس، ما تنجمش تغيب الكود نتاع اللبسة في ظهور الإعلامي، بمعنى الليل مش كيما النهار، تحاور في سياسي مش كيما جايب قدامك فنان، المباشر مش كيما معناها مختلف، وهذا قريناه انسجام الجسد خلينا نقول مع اللبس. مورفولوجيتك انت، انا مثلا ضعفت برشا ماذا بيا نلبس حاجات اللي ما تردنيش انسجام الانسجام هذاك الكل ينعكس. دونك انتم بعثتوا لجنه التحكيم، كملت سؤالك. هذا هو السؤال. انتم بعثتوا لجنه التحكيم صور ولا فيديوهات ولا هم اختاروا؟ لا بعثنا اسماء نتاع لي كاتيجوري الكل. أي. وبعثنا صور مش فيديوهات، صور هذا باش اليوسفي. أي. من أربعة خمسة من الوحده كل كذا. وكما قالوا هما كي طلعوا سيرسين خاصه في عمناول كانت اول مره، قالوا احنا اكتشفنا عالم اخر طورناه، يعني حلوا الفيديوهات، دخلوا اليوتيوب، شافوا صفحات التلفزيون والجرايد والاذاعات، باش عرفوا الناس هذوما شكونهم، باش شافوا دونك معناها مع الصوره هما اجتهدوا ودخلوا للي فيديوهات واللي زيميسيون تاعهم ونقيموا. علاش؟ هوني باش نحكيوا على حتى التعبير، حتى طريقة الكلام. لأنه بشير هوني نعاود نرجع مثالش أكاديميا واللي قريناه واللي الصحافي تكوينه راهو بعيد كومبليتمون على أي حد آخر، راهو الصحافي من أول لحظة يقرأ قدام الكاميرا كيفاش يتكلم، شنو هو يلزم يلبس، كيفاش شنو الإطلالة نتاعو كيفاش تكون. عمناه ولا وقت اللي زميلتنا سامية حسين لبست مريول فيه كتيبة صار جدل، هل مقدم الأخبار اليوم ينجم يبعد على الحياد نتاعو في الألوان وفي طريقة اللباس نتاعو ولا لا؟ هذا كله يصير. أنا معناها علاش نركز عليها الجائزة هذه ونحب ونطوروها احنا كأوديسي فاشن، لأنه هذا هو راهو ما نعرفش، ما تنجمش تلبس أي حاجة وتجي تقدم برنامج. صحيح. بأي تعلة كانت. صحيح. ما تنجمش تلبس أي حاجة لأي مستشهر ولا لأي مصمم وتجي تقدم برنامج. صورة البرنامج، صورة القناة، صورة البلاد، صورة الإذاعة. صحيح. أنا أول من جاء في بالي كي خممنا في الجائزة هذه الله يرحمه نجيب الخطاب، فما أول معاه ماشي للدير باش يقدم في الديريكت، وأنا قربت له قلت له نجيب شبيك لابس المونجيلا في يدك اليمين؟ قلت له شبيك لابس المونجيلا في يد اليمين؟ قال لي كي نكمل نقول لك كي خرج قال لي لابسها في يدي اليمين، باش السؤال اللي سالته لي انت متفرج قد ما هو يتبع فيها يتسائل شبيه لابسها في اليد اليمين. دونك سيتي بور دير كيلكو شوز. وهوني احنا نرجع لك، عملنا لي كاتيجوري، قسمنا تولك شو، سهره، منوعات، صباح، اذاعه، كرونيكور اذاعه وكرونيكور تلفزه، حبينا نوسعوا للماكسيموم. خو حبيت ولا كرهت ميساج خليوني نقول تقولوا عليه اللي تحبوا. انا نحب الشكر، نحب التتويش، نحب واحد يثمن مجهود شخص، خاطر نحس اللي العباد
معناها تجتهد بصراحة إذاعة تلفزة في المناسبات يلوجوا على شي يلبسوا في العيد الوطني يلبسوا على شي يلبسوا. وهوني نعاود نجدد سعادتي وسعادة الأوديسي فاشن التتويجات الكلكم بشير، ولكن بالنسبة لي أنا تقعد تتويج أي حد من الإعلام العمومي في قلبي. علاش؟ لأنه الإعلام العمومي راهو مختلف. العمل العمومي ما عندكش الحق تسمي اللي تلبس من عندها، ما عندكش الحق تسمي أما صعوبة أكثر. ما عند تعرف من خلال تجربتي كمراسلة للصحافة الأجنبية، الإعلام في الشرق ما نمشيش لأوروبا وما نمشيش لبلدان أخرى، في مصر ولا في الطوة عاد ما نحكيوش على الخليج، ماكش أنت تلبس كيما تحب، عندك وراك شكون يلبسك وشكون يشوف قولك الضوء هذا تمشي مع حوايجك ولا لا، وشكون يعطيك اختلاف معنى حاجات مختلفة باش توصل تخرج أنت اللي الصورة اللي تمك تخرج فيها. الأسماء المتوجة، الأسماء المتوجة كانت في البرامج الصباحية ألفا الساحلي، في تولك شو رجال بشير اليوسفي ونساء صفاء الجمازي، ولو هو موش تولك شو ولكن مشيت في الكاتيجوري متاع تولك شو، سهرة ندى بن شعبان، كرونيكور تلفز محمود البارودي، وسونيا اليونسي نساء واعتذرت كانت خاطر نهارتها تصور، حبيت نحييها لانه فريمون كانت عندها اطلاله حلوه برشا. بالنسبه للاذاعه بشير اليوسفي، بشير اليوسفي ميساج اذاعه محمد الخماسي، وكرونيكور اذاعه اسامه السعفي. اسامه كي كلمتهم وما فهموش صحيح. اما انا قدمت لهم لجنه، قدمت لهم شنو هي الفكره، وهوني الحق نخدموا اون باراليل انا مدام مواهب ملولي اللي هي بيدها. شفت كم الفاشن معنا اختيار العبيد كان عندها دخل كبير لانه عندها ثقلها في الموضوع هذا. بالنسبه للبعض معنا ثريا العمري زاد كرونيكورا، ومحمد جبالي فنان، والفنانه الكبيره اللي انا نحبها وفرحت برشا بتتويجها الفنانه شهره زاد هلال، كانت معناها بالحق بالنسبه لي انا وحيده الدريدي. شنو اطلالتها؟ الاطلاله الاعلاميه خارج تونس، هذه بشير سفير تونس. كي نمشيو احنا في مهرجانات البرة ولا حتى ألفة تتسافر ولا غيرها، ولا باش تغطي ولا باش تخدم، كنا نلوجوا لكلنا على حاجه فيها توش تونسيه. دونك بالحق لقينا برشا تصاور نتاع حضور البرة. نادر عطية نادر عطية اذاعه زاده ان شاء الله ما نكونوش نسينا، و اوديسي امباسادور مدام سونيا بن خليل، لانه بالحق عندها بصمه كبيره خارج تونس. هذه تقول لي انت جوائز ربما ثم نسمه، واميمه العياري نحييها برشا برشا برشا، احسن اطلاله اعلاميه لمقدمه تظاهرات ومهرجانات، ما فرحانه برشا. تقول لي انت فما ناس ربما ما تهتمش بالجوائز هذوما، ما تضيفهاش. لا انا عرفت قيمتها كي مشيت للغرب، ولكن شفت هو ديفيلي، وبين الديفيلي والديفيلي نقدموا الجوائز. الناس بيدها، ثم شكون قال لي ما كلمني من الاصدقاء قال لي والله فكره انا باش نرد باش نهتم اكثر، باش نهتم اكثر باش ناخو. وبشير هوني حبيت نقول حاجه، انه اللجنه كانت عندها ملاحظات، شفت بعد ما يعطيو هما كل واحد ملاحظات، هذا كيفاش مثلا ندي بن شعبان كانت من جمله الملاحظات انه عرفت كيفاش تتعامل مع الاحداث نتاع غزه، خاطر وقتها تعمل في الفاريتي اللي تي اوبليجي دو فيغ لا فاريتي. ألفة الساحلي كانت الملاحظة متاحة لباسها ملائم للفترة الصباحية ولروحها. قلت لهم أنا شو معناها لروحها؟ قالوا لي ألفة تضحك، وضحكتها معناها حوايجها اللي يطيح البسكولة معناها، لا حوايجها من عاش بتاتر لي كولور بتاتر افيك دي بوان. وعمك بشير شنو وعمك بشير اللي يطيح البسكولة كان متوازن، فوالا متوازن في في لباسه وفي مع المحتوى. مو حبيب جغام كي جاي لندوه صحفيه قال لي توك كيفاش تحكيوا على الشكل؟ كيفاش ما تحكيوش على المضمون؟ قلت له حبيب نقول لك ربما اللجنه وكانها وحدها خذت على عاتقها لانه ما عندهاش دخل بالمحتوى راه، ولكن وكانه اللجنه شفت الاسماء هذه معناها نتقدم في محتوى جيد جدا بالنسبه لي انا، معناها محتوى معناها ما فماش برشا جدل على 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 الاسماء هذه، وتقعد كل عام وكل فتره
وكل دورة نسيت على الشابي. نعم نسيت على الشابي. على الشابي وريهام بن عليا أحسن كرونيكر سهرة، وعلى الشابي أحسن منشط. وبالنسبة لي أنا على الشابي يقعد ديما في السهرات أحسن منشط من قبل، من اللي كان في قناة 21. عليه عنده اهتمام خاص باللبسة في كل مراحل اللي الكارير متاعه. ربما تطور طوى أما من أوله عليه كان عنده الإطلالة هذه. فأوديسي فاشن تظاهرة سفري تعتني بالموضة، سفري يتم انتقاء المشاركين، راهو مش أي واحد يشارك معنا في تصميم الأزياء. مدام مواهب المالولي تنتقي اللي يساهموا في التظاهرة هذه، ولكن ايضا المكان عنده دلاله، عنده رمزيه. الجائزه هذه ربما اضافت لبرشا عبيد. هلا باش نحكيو شويه على البرمجه الرمضانيه. اي جوج كلمه برك باش نسال سؤال، باش نعطي رايي في حاجه. انا عاده ريم الكلام اللي انت قلت قبيله شويه هو رايي. عاده لا تعنيني تكريمات، خاطر الكل مجاملات. معنى الجوائز مكثرها مجاملات. صحيح. مكثرها يعطيو فيها كيك خاطر اصحاب فلتين وصحاب فلتين والاخر ساعات فيها دفعات ماليه معناها مصالح مصالح تتصالح فقط. مهتمه بالجوائز في اوديسي فاشن على خاطر وراهم لجنه مختصه، على خاطر انا متاكده اللي اللجنه هذه لجنه محترفه. مش خاطر راه مش خاطر بشير اليوسفي، والله لا نعرفهم بالحق. انا بشير اختي قلت له عمالي قال لي شنو اي ماما ولا وهلا كلنا طلعناهم على الركح وقدموا للجمهور الحاضر وحتى للناس الاخرين هما شنو يعملوا وهما معناها دكاتره. ما نتصورش احنا باش معناها يعملوا اي حاجه. قلت لك يمكن الجائزه الوحيده اللي عندي فيها هذاش قالت لي زاد الفا ونداء بن شعب بها أصلاً. حتى كي نكلمهم ثم شكون يقول لي انا عمري ما مشيت، لكن انا فرحانه انه تكون عندها مصداقيه ونوع من الكريديبيتي. باش نختم بركه حاجه واحده مازال الختام مازال وينهم هما ساعه؟ نعم وينهم؟ شكونهم وينهم؟ وزير اعطيني بالتيار وينهم ونرجعوا. خرافة في ستو في غلي منسي مغمور وفي غلي وقع مشهور، لكن أختي سيدريلا أصل القصة سندريلا ومنها تبدا الحكايات. العشرة اللي كبرت فيها من ود النجمة عجيات، وما هي كل الناس حبها وحسات. جنن يا لالالي طبي يا بيه، بيرم يا لالالي طبي يا عيني، قتلني تلالالي عيني على نلي. كيفاش نغنيو؟ كيفاش لا كيفاش حنتش بنتش حنتش قرب وانتش بنتش قرب وانتش فهمن ولا بوش فهمك تاني يا انتش. الجيل متاع توا ما يعرفهاش ها؟ اكيد ما يعرفهاش. لا تحطوا في اليوتيوب تحطوا نلي شريهان وعالم ورق وشوفوا العالم باش تشوفوا حاجه وقع انتاجها في الثمانينات وبدايه التسعينات وش اسمه ليا الف ليله وليله فطوطه سمير غانم. شوفوا حاجات عايده ابو بكر مزيانه عايده ابو بكر وريم الرياحي حسره بالحق. كيفاش هيلا محليه 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 ايام هكا الزمن الجميل. معناها ما فهمتش علاش ما رجعوش، خاطر ربما الفوازير يتكلفوا برشا لازمهم برشا فلوس، لازمهم برشا انتاج، لازمهم برشا لبسه، لازمهم برشا ما يتباعش. يقول لك ما يتباعش. ثم فوازير نحس اللي عندنا في تونس. لا تعملتها مريم فارس ما نجحتش ديجا اخر واحده. انا في تونس نحس اللي عندنا شكون ينجم مع فوازير الحق؟
من العمارة تنجم تعمل فيها وزير. نرمين تنجم تعمل فيها وزير. نجلة تونسية تنجم تعمل فيها وزير. كاريزما زادة. هلا زوادي تنجم. هلا زوادي ما عندها حد عليها. والله تعمل فيها وزير. هلا نعطيك سكوب. أنا تعرف فين ناسيني التمثيل المثل مليح راني، معناها كاين يستغلوني كممثلة مشروع نجم يكون مشروع ممثلة للمخرجين. حم ولا بالحق والله نداء أو سامعوهم خاطر عملت مسرح قبل معناها. أما خليني نعطيك سكوب رمضان عام الجاي فما فوزير يتم التحضير لها توا على الطبخ وعلى الأكل نتاع العالم العربي الكل عن قصة للفنان شريف علوي والمخرج موجود وفما توا زوز أسماء يحضروا باش يكون فوزير عام جاي كان عندنا حي على الاقل زوز اسماء شكون اسمها الفوزير انت قلت اسمها والله اكله من كل بلد ولا اكله على الماكله نتاع العالم العربي اسمها مدام مواهب الممثلة ألفة بالرمضان والأكلة العربية اللي بالرمضان ذي راي ثم بين نجلة نجلة تقابل هو إياها وحكيه في الموضوع علش هيلة بالحق أنت قلت اسم معناها جابته على الصحيح خاطر تقابله وحكيه وحكي في الموضوع دونك عنا فوزير إن شاء الله العام الجاي ريم أشكر لي تحب نشكرك الفريق ونسكر البرنامج قبل ما نشكر الفريق نحب نهني اللي فايزوا بالجائزة متاع أوديسي للابتكار عن جربة أكاديمية قليبيا مدام هيلة برجب وبالنسبة لفلسطين الجائزة الأولى سامية تيريس الجائزة الثانية لميا بوجريدة والجائزة الثالثة لبنى المجري هذوما اللي فايزوا بالجوائز قبل ما نختم نحب نشكر الفريق متاع أوديسي فاشن بطبيعة على رأسه مدام رئيسة التظاهرة مدام مواهب بالمالولي مروه قطاطه ومدام صفاء في ليكيب والديجيتال والكل خدموا معانا مدام مسره الفريخه سي فيصل الرقايق سي ماهر الزيني عبيد شيما شمام زميلتنا نشكرها برشا على وقتها معانا وعلى حتى مساهمتها نشكر برشا صحابي الاعلاميين والصحفيين اللي فرحوا لنا بالحق انا حسيت ناس فرحت الناس حتى كي باش قد بشير ولا باش تعطينا ملاحظات يعطيوا كأنهم الحد باش يتقدم ما قيتش حاجة هدامة نعتذر برشا إذا كان فما شكون جاي وما دخلش للقاعة خاطر ربما غلقوا معناها المسؤولين على القاعة غلقوا الأبواب التاسعة ليلا ما نعرفش شنو اللي صار كان فما أي صار أي حاجة صارت هو في الانفيتاسيون موجود التوقيت أي أما كان فما أي حاجة صارت نتحملها ونعتذر لازم الناس تتعلم الانضباط الحق تسعة مكتوبة أي تغلق أي الأبواب الثامنة والنصف محتوطة. وتنطلق السهرة التاسعة بصراحة وجيستما هو بدينا التسعة بالضبط وإن شاء الله في صفاقس تكونوا معنا ونشوفوكم ونعملوا حاجة أخرى في أوديسي فاشن تكون مزيانة كما إن شاء الله عودناكم سهرة مزيانة برشا وألفة كلمة الختام أملنا والله حلوة لا والله خفيفة والله ويعطيكم الصحة على الانفيتاسيون بالحق فرحت اللي شفت أصحابي وشفتك بشير عايشك ولفة ديما نقول نفرح كي نكون في قناة حنا بعل ميرسي ريم ومدام كيف مواهب على التكريم وكما قالت ريم محلينا كي نكونوا يد واحدة لكلنا معناها في الميدان معناها نشجعوا بعضنا كي نعملوا حاجة مزيانة نشجع وننقدوا في الحاجات الباهية ما نقعدوش كي نكتبوا في الحاجات الفارغه ولا الحكايات الفارغه ولا خاطر انا ما توشتش ولا انا ما جيتش ولا يزينا من الناس التافهه وخلينا تتغرب الالفه تتغرب خلينا نقدموا اكزاكتومون وكيما قالت هي حاجه مهمه نتعلموا الانضباط خاطر انا صورت ديزيفينمون كبار لبرا يقولوا التسعة وربي كي يهبط رئيس الجمهورية سيء عليها نحترموا الوقت لا في الانفيتاسيون انا جوكم فيه وانا شاهد في الانفيتاسيون تغلق الأبواب الساعة 8:30 وتنطلق وإفكتيفمون 9 بيل طلعت ريم تشيرسا وثم كريسي كانوا فارغين للناس اللي ممكن ما جاتش وبربي حاجة واحدة نشكر هيلة زاويدي تعرف علاش خاطر عملوا لحضرة التظاهرة هيلة وكلمتني بعد بنهار ولا بنهارين قالت لي نجم نسمح لنفسي نعطيك ملاحظات أو شنو أنا نقول لك بدل فدورة السنة فيها برشا من ملاحظات هيلة الزوادي متاع عمناول يعني اللي حبيت بالحق اللي ليلتها بالذات مسكينة كانت تعبة شوية بين القرفة بالحق معناها
حاجات قالتهم وخذيناهم بعين الاعتبار. فانا بالحق نكملوا بعضنا راهو بالحق نفرح هنا كي هي لا تكلمني ولا بشير ولا ريم حاجه تزيدنا معناها تزيدني كي يقول لي عبد ألفة نحي هذيك زيد هذيك ريتك بالعكس انا نفرح معناها هذيك حاجه باش تزيد فيا انا. ربي يفضل لك ماما والبنوتات. خليني نقدم تحيه عاد مدام سونيا بن خليل يعطيك الصحه مسيكه ولا سونيا ديما متعبينها ايمان الصحبيني على المكياج. تحيه لكل زملائي في قناه التلفزه الوطنيه زملائي كل في الميدان نحبكم برشا وبون كوراج ان شاء الله رمضانكم مبروك وكل عام وانتم حيين بالف الف خير. محلاها الجبه والقالب غالب ان شاء الله عايش اللولا دونك محلاها لمتنا على برشا على هاللمه. صدقني قبل ما نجي قاعده نتبوخ الحق مع جيت فتره قصت لي ميسيون قالت لي في المكياج قاعده نخمم نقول لي ما صابي كلموني يقولوا لي شد دارك ما تجيش ولا بالحق كي جيت في بالك جيت ميته بتعب دخلت لهوني سبحان الله ولا اله الا الله كيف قلت لك نحطوا البارتي هذه الثانيه في الاخر ايش نقول لك كالفنان كالفنان ساعات كيبدا مريض ويمشي بشي غني سبحان الله يشد الميكرو يتحول فما حد شيء ولا بالحق دونك محليها لمتنا ومحليها اللمه النسائيه محليها نعم محليها اللمه النسائيه كان نختموا بها محليها طلع محليها الراجل واربع نساء في طاوله واربع كراسي حاجه بركه معناها بالحق تنظيميا خلينا نزيد وننظموا برشا حاجات راهو نحن بالنسبه لتونس رانا ننجموا برشا حاجات ننظموها ان شاء الله طول ننتقل للرياضه بالحق نرجعوا ننظموا التظاهرات الرياضيه لان بشي. في حاجه الى هذا ولا